طبعا الكلام ده ما صحيح يعني. كيف؟ يعني ده مأذول ما يعني اسي هو مثلا عبد الرحيم ده اسي هو بيتكلم كده من يعطوا المقعد اللي قاعد فيه ده مقعد شنو مثلا يعني غايب تاني وقت الدعم السريع؟ بيقول في الكلام ده انه من الليل ولقدام ما بنسمح وانت قبل الليل كنت بتسمح انت تطلع تقول الكلام ساي بقيت انت زول مسؤول انت ما زول انت ما شيخ فرح والتكتوك هسه قاعد بدار تورم سودانيين الحكمه يعني وجوامع الكلم انت زول مسؤول مش كده؟ طيب انت لما تيجي تقول والله نحن من اليوم فصاعدا ما بنسمح انت كنت قاعد تسمح يعني كسلطه قبل اليوم فصاعدا ده من اليوم ولورا كنت قاعد تسمح بانه يقتل ما بيفهم كده بس تجيب لك اي كلام تقوله ما اي الشيء الطبيعي بيفهم كده لما اساس اسئله والبرهان طلع قال يا اخوان انا من الليله ما داير اسمح بانه زول معناته انت كنت مدي الاكشن دي حق السماح انها تقتل يعني معناته انت سمحت لغواتك انك تفضل الاعتصام اللي بيخليه من الليله وفصاعد والقتل من 2019 الى يوم انت قعدت في الكرسي تقول في الكلام ده شنو يعني؟ يعني شنو مثلا؟ الكلام ده ما بقول احمد تي ما بقول عبد الرحيم بيقولوا ناس بيقاوموا في المساله دي لكن ممكن انت تكون على راس الاجهزه دي انت تكون الزول السادس في المنظومه العسكريه الزول السادس يعني انت البرهان والثلاثه ضباط بتاع الجيش وحميدتي ده الزول السادس في القصه دي مش كده؟ بعده بيجي بتاع هيئه الاركان او قول بتاع هيئه الاركان قدام وانت الزول السابع في المسؤوليه هل كنت بتسمح بالاغتيال؟ ولا شنو ما بتسمح؟ وبعدها كل ما داري يسمح ده بيجي بيقول في ميكروفون قدام اهالي ولا بنادي اجهزته يقولون يا اخوانا ثاني اي مظاهره تقوم خلوها تجينا في المكاتب جوا ما تتصدوا لها تمشي تدي الاجهزه الكلام التصريح زي ده لكن دي مزايدات مزايدات على منو على الفريق البرهان يعني نحن ما قاعدين نقتل اللي بيقتل هو زول اللي بيسمح بالقتل معناته في جهه ما قاعد تسمح بالقتل اللي هي منو يعني اسعد عبد الرحيم ده طلع من انه مسؤول من ضمن المسؤولين وقاعد في صفوف النشطاء هسه هو كده باعتباره اللي ببدلته دي هو ناشط هسه كده بيوجه الاتهام مباشره للبرهان اللي هو نحن ما بنسمح تاني لا بنسمح باغتيال لا بنسمح باعتقال والناس اللي قاعدين في السلطه ده يسلموا السلطه للشعب فورا بلا لف ولا دوران اللي هو اسي هو عبد الرحيم هو شنو بالضبط في الحاله دي يعني لا لون له ولا طعم ولا رائحه يعني اسي هو صفته شنو مثلا بيقول الكلام ده اللي هو ده كلام اصلا انت قاصد به المزايده طيب انا اقول لك كلام اخطر من كده يا ناجي السؤال انت اسي مثلا للسلطات دي محتغله دكتور ناجي مصطفى اخونا ناجي مصطفى ربنا يعني يفيك اسره يعني والليله السلطات بتحاكم بكراوي ومجموعته في المدرعات الكلام ده اخطر من ما فعله ناجي مصطفى واخطر من ما فعله بكراوي ليه؟ لانه ده اعلان عصيان عسكري ما انت الكلام ده ما قاعد تقوله باعتبارك انت يعني من الـ من الـ من الصلاح السياسيين يعني ما من اهل الذكر والصلاح السياسي انت ما زول انت ما زول جمعيه خيريه انت زول رئيس جمعيه حقوق انت في السلطه فلما تقول كلام زي ده اول شيء تؤكد انه السلطه بتعتقل ساكت وانه السلطه بتغتال بتسمح بالاغتيال وانه السلطه ما قدرت تسلم السلطه للشعب وانت ضابط عسكري ها معناته انت بتدعو للقوه اللي بتاتمر بامرك انها تنفذ كلامك السياسي اللي انت قلته ده اللي هو ده تحديدا تمرد على المنظومة العسكرية هو كده